تاريخي في تاريخ القضاء المغرب ويوم تاريخي ايضا في تاريخ الاغتيالات السياسيه بالمغرب. اليوم لعائله ايت الشيد ومع دفاعها لا يطالب الا بالحقيقه والانصاف والعداله. اليوم سمينا يوم الوفاء الشهيد، يوم الحقيقه، يوم الانصاف. جينا اليوم كدفاع المطالب بحق مدني باش ندافعوا على قضيه الشهيد، وجينا مسلحين بالقانون. نحن لم نكن مسلحين لا بجماعه ولا بالحزب ولا برئيس حكومة سابق ولا ببرلمانيين. هؤلاء البرلمانيين وأعضاء الجماعة اللي جاوا اليوم كينصروا المتهم بالقتل، جاوا اليوم خلاو مصالح المواطنين. باش كنبين لك، حضور رئيس الحكومة اليوم السابق هو دليل إدانة للمتهم حامي الدين. لماذا؟ لأنه يدل على أنهم كانوا يحكموننا بمنطق الحزب ومنطق العشيرة ومنطق الجماعة. وأنا كنقول لكم راه الشهيد ليس له لا رئيس حكومة سابق لا حالي، ليس له وزراء، ليس له برلمانيين. نحن والشهيد والورث وذوي الحقوق نؤمن فقط بالقانون. نحن نتسلح بالقانون أمام هؤلاء الانقلابيون الذين أبانوا الشعب المغربي عن وجههم الدموي، عن وجههم القبيح، أنهم قتلوا وإرهابيون ودواعش. قتلوا شهيدنا بدم بارد في واضحة النهار لأنهم اختلفوا معه فكريا. قتلوه على الفكر لأنه كان شهيد حرية الكلمة، كان شهيد الحرية والعدالة الاجتماعية. جئنا اليوم لنطلب حق الشهيد، لنطلب العدالة، لنطلب الإنصاف حتى لا يتكرر هذا. لا نريد من هؤلاء القتلة أن يستبدوا بوطننا. إذا كانوا هم قالوا لن نسلم أخانا، فنقول لهم اليوم نحن لن نسلمكم وطننا لأنكم انقلابيون، لأنكم دواعش وإرهابيون تريدون الانقلاب على الدولة والانقلاب على استقلال القضاء. المني هو المظهر اللي ظهروا به العدالة والحكمية اليوم فيما يخص الحضور ديالهم بطريقة باش يحضروا، يعني واحد النوع من استقواء الحضور ديالهم في الجلسة. ف حضروا حضر عبد الإله الكيران اللي هو رئيس حكومة سابق، حضر عمدة مدينة فاس، حضروا واحد المجموعة ديال البرلمانيين، واحد المجموعة من الأمانة العامة ديال العدالة والتنمية، وحضروا في القاعة. وهذا حقهم لأنه الصورة باش ظهروا في الشارع بالحرس الخاص وبالسيارات الفارهة واللي هما إلى عهد قريب كانوا تيدعوا الضعف، تيدعوا أنهم ناس من المجتمع الضعيف، من المجتمع اللي هما تيناصروا الناس الضعفاء. حنا اللي جينا ندخلوا لباب المحكمه من بعد ما سكورطات الشرطه والامن سكورطاو حامي الدين المتهم بتهمه المساهمه في القتل مع سبق الاصرار والترصد، والمجموعه ديال الحكام ديال البي جي دي سكورطاوهم دخلوهم، وحنا كطرف مدني عانينا لدرجه ان الاخ ديالي في الدخله ديال الباب مشاو للوثائق ديالو. اللحظه اللي كندخلوا كطرف مدني ونحن كعائله عندنا حاجه وحده كنامنوا بها لا غير، نؤمن بمؤسسه القضاء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.